خلونا نرحب بزميلي صديقي اخويا الاعلامي الرائع محمد عبده، محدثنا من العالمين. يا بختك يا محمد. يا سلام، الجو جميل ورائع هنا، بحييك يوسف وبحيي كل مشاهدي التاسعه. صراحه انا في مكان في غايه السحر والجمال، يعني حقيقه يوسف مكان بديع، كل تفصيله هنا في مدينه السحر والجمال العالمين الجديده بالفعل بتجسد جمال وعبقرية الشخصية المصرية. فعلا يا يوسف، احنا بنكلم حضراتكم دلوقتي ومع حضراتكم على الهواء من الممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة، اللي بتستعد غدا لاستضافة قمة عربية في غاية الأهمية، قمة الخماسية اللي دعا إليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور زعماء وقادة دول الإمارات والبحرين والأردن، بالإضافة لرئيس الوزراء العراقي. ظهر اليوم استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوسف في مطار العالمين الدولي شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. عايز أقول لك يا يوسف، مدينة العالمين الجديدة بتؤكد حضورها السياسي والإقليمي، يعني قمة في غاية الأهمية في ظرف عربي مهم ودقيق للغاية. عايز أكلمك يا يوسف عن الأجواء هنا، الأجواء مبهجة جدا، حالة كده من حالات الفرح الجميل. كلنا كمصريين علينا أننا نفتخر بجمال المدينة دي، مدينة العالمين الجديدة. حابب أقول لك أن الحلم أو الحكاية بدأت تحديدا من يوم 1 مارس 2018، لما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإنشاء مدينة العالمين الجديدة على مساحة تصل إلى 50,000 فدان. مدينة ذكية بتنتمي للمستقبل، احنا بنتكلم على مدينة للمستقبل، كل ما فيها بيؤكد على جمال الشخصية المصرية وعلى عبقرية الشخصية المصرية كمان يا يوسف. مكان رائع وبديع، بكلمكم تحديدا من الممشى زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الصورة. الجميل والرائع كمان انه في حالة كده من حالات الانتعاش السياحي ما شاء الله، يعني اجواء لطيفة جدا وناس كتيرة بيترددوا على ممشى مدينة العالمين الجديدة. زي ما انت عارف يا يوسف والسادة المشاهدين، يعني غدا قمة ستنعقد ان شاء الله في مدينة العالمين الجديدة، لقمة خماسية عربية بتناقش العديد من القضايا والملفات العربية والإقليمية في توقيت في غاية الأهمية، قمة دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووصل اليوم كما ذكرت تحديدا بعد ظهر اليوم، استقبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شقيقه صاحب السمو محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات. لو حابين نتكلم شوية يوسف عن المدينة وجمال مدينة العالمين الجديدة، احنا بنتكلم على مدينة ذكية. قبلها بيني وبينك قبل ما نتكلم، انا لفت نظري حاجه بقى، ايه هي؟ وانت بقى سيدي اللي عارفين انت موجود هناك، انا شايف في الخلفيه بتاعتك الناس رايحه وجايه، يعني واضح من الزي مثلا ان في ناس من اهالينا من اهل العالمين واهل مطروح، اهالينا اللي موجودين هناك بجلالبهم ولبسهم المعروف. طيب، وشايف قدامي واحد من وراك كان ماشي بيلعب كوره مع واحد صاحبه، وشبان ماشيين وحاجه زي الشربات. انا مش شايف يعني المدينة فاضية أو متكردنة أو محدش ماشي في الشوارع، ولا في حظر علشان خاطر قادة العرب اللي جايين. الحالة طبيعية ومبهجة وجميلة، ده اللي أنا شايفه. بس أنت راجل موجود في قلب الحدث. عايز اقول لك يا يوسف، زي ما انت قلت بالظبط، حاله طبيعيه جدا، مفيش اي اجراءات مشدده امنيه تستدعي انه يبقى في اخلاء لاماكن او شوارع او اغلاق لاي اماكن، الحياه بتسير بشكل طبيعي. وانت قلت حاجه مهمه جدا جدا يا يوسف، في اعتقاد كده خاطئ وشائع وبدا بعض الناس يرددوه حتى على مواقع السوشيال ميديا، ان العالمين الجديده دي هي مدينه للصفوه بس، او الناس اللي هم يعني صفوه القوم زي ما بيقولوا. بالعكس، اللي انا شفته بعيني دلوقتي، لا، كل الشرائح الاجتماعيه، اهالينا، التعبير اللي انت قلته تعبير جميل جدا، اهالينا المصريين اللي شبهنا واللي شبهك واللي شبه كل واحد نعرفه موجودين بمختلف الشرائح من مختلف المحافظات. العالمين متنفس او رئه جميله جديده كده لكل المصريين، ما هيش قاصره على شريحه واحده او على فئه واحده من الناس. اهلنا من مطروح موجودين، اهلنا من اسكندريه، اهلنا من كافه المحافظات موجودين في الممشى،
مفيش فكرة أو تصدير فكرة كده إن لا العالمين الجديد أو المنطقة دي هي منطقة بس بتخاطب ناس معينين أو هي لفئة محددة. وده كمان كان في بداية تخطيطها يا يوسف، لأن احنا بنتكلم على مراحل للعالمين الجديدة وشرائح مختلفة حتى في التصميم المعماري وحتى في الوحدات السكنية المطروحة، إلى جانب الأبراج اللي بتميز العالمين الجديد. احنا بنتكلم على 15 برج شاطئي، بنتكلم كمان على وحدات إسكان اجتماعي، وحدات إسكان متوسط، فبالتالي هي مدينة المصريين كلهم مش مدينة فئة واحدة. فملاحظة في محلها جدا، وده اللي أنا شايفه بعيني. أنت بتقول إسكان اجتماعي يا محمد؟ في إسكان اجتماعي. وقادر تقول إسكان اجتماعي يا راجل؟ في موجود يا راجل، مش ممكن، ده العالمين بتاعت الأغنية جدا قوي خالص. لا موجود، لا لا خالص، ده في وحدات في طريق مطروح الناحية التانية. كمان في تقسيم يا يوسف رائع جدا، احنا بنتكلم على طبعا وحدات سياحية، وبنتكلم على وحدات اسكان متوسط واسكان اجتماعي، كمان اماكن ثقافية كتير. احنا بنتكلم على جامعة لأول مرة، جامعة تكنولوجية كبيرة جدا، هي جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعالمين الجديدة. بنتكلم كمان على جامعات ذكية على يعني اعلى مستوى، معايير عالمية فيما يتعلق ب بالضبط. الأكاديمية البحرية كمان ليها فرع هنا. بنتكلم كمان على نقطة مهمة جدا، الخدمات. احنا بنتكلم على مدينة ذكية بكل المقاييس فيما يتعلق بخدمات المواصلات، الخدمات المقدمة للناس والمواطنين. وده هو اللي بيحصل في العالم كله، يعني العالم كله بيتجه إلى المدن الذكية، الجيل الجديد من المدن اللي بيخدم الناس والمواطنين. لم تعد هذه القصة قصة رفاهية، لا، ده التطور الطبيعي العمراني لأي دولة أنها تهتم بالجانب الذكي والجانب الرقمي بشكل كبير، وتقديم خدمات رقمية. زي ما أنت شايفه حوالينا دلوقتي أو ورانا الأبراج الشهيرة والمشهد الشهير دايما للعالمين الجديدة، الناس مبسوطة مبتهجة رايحة جاية، مفيش أي إحساس أنه في قمة تنعقد غدا أو قمة الخماسية. وأنا لاحظت كمان يا يوسف وأنا في الطريق للمكان دلوقتي هنا، يعني لافتات الترحيب يعني مالية الأماكن بالقادة اللي هيشرفوا مصر. احنا بنتكلم على قمة خماسية في غاية الأهمية، وقمة بتعزز التعاون العربي المشترك. من شهور قليلة في أواخر شهر مارس كان انعقدت قمة مهمة في العقبة الأردنية، كانت قمة رباعية ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس دولة الإمارات والأردن ورئيس الوزراء العراقي في إطار التشاور الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق والإمارات. أيضا النهاردة بعد مرور 4 شهور تقريبا من انعقاد هذه القمة الرباعية، بتنعقد قمة جديدة بتستضيفها العالمين الجديدة غدا تؤكد حضورها السياسي والإقليمي. وزي ما انت عارف يا يوسف واكيد مشاهدينا بيتابعوا، انه اصبح في اجتماعات، يعني اجتماع الحكومه بينعقد اسبوعيا، وشفنا من يومين يعني المؤتمر الصحفي لوزير الاسكان والحكومه انعقدها الاسبوعي بيكون في المقر الصيفي ليها في العالمين الجديده، فهي حضور سياسي داخلي وحضور ايضا بيتاكد عربيا واقليميا. اتفضل. صحيح. انا بشكرك جدا يا محمد، تعبناك ووجعنا دماغك كده زي ما بيتقال. استمتع بالتمشيه على الكورنيش يا محمد، الكورنيش اللي هناك ده حلو حلاوه يا اخي، سبحان الله. على كل انا استمتعت ان كنت معاك يا يوسف ومع مشاهدي التاسعه. ربنا يخليك يا محمد، الف شكر، يعني شكرا جدا على مجهودك معانا بجد، يعني اخ وزميل فضل طول عمره يعني.